شكرا ألكساندرا. مشاهدي الكرام، زي ما حكينا لكم صباحا، احنا موجودين معكم من محافظة جرش وتحديدا من بلدة سوف التي تبعد عن مدينة جرش تقريبا 7 كيلومتر. احنا الآن بهذه المنطقة الجميلة وهذه الإطلالات الرائعة. طبعا راح يكون معي أحد أبناء منطقة سوف، الأستاذ ناجح العتوم. أستاذ ناجح صباح الخير ويعطيك العافية. الله يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل. أستاذ ناجح، بهذه الصباحات الجميلة ومشوارنا الصباحي من منطقة سوف من محافظة جرش، حبينا نعطي المشاهدين صورة عن هذه البلدة الجميلة ومنطقة سوف. يسعد صباحك. بداية بحب أصبح على جلالة سيدنا أبو حسين، وبحب أصبح على الوطن الغالي الحبيب، وبحب أصبح على هذا البرنامج الرائع، وبحب أصبح على معدين هذا البرنامج، ونقولهم الله يصبحكم بالخير. نحكي عن بلدة سوف وتاريخ هذه المنطقة وسبب تسمية سوف. كوني أنا ولدت في هذه البلد الحبيب، أعشق هذه البلد وأعشق جبالها ووديانها وغاباتها وأشجارها وأثمارها وينابيعها، وأعشق سكانها اللي هم أهلي وعزوتي وناسي. سمي السوف بهذا الاسم لجمال طبيعتها ومناخها الجميل. كلمة سوف هي كلمة لاتينية، هي كلمة لاتينية تعني المنتجع أو مرت على حضارات عديدة، منها يونانية رومانية بيزنطية، وأيضا على دور الحكم التركي المعروف لدينا في هذا البلد العزيز. عدد السكان هذه البلد حوالي 25,000 نسمة. معظم هذه السكان يعملون بالزراعة وتربية الأغنام، وبعضهم يعملون في التجارة. يوجد في هذه البلد من الينابيع الكثيرة، منها ينابيع نبع الفوار وينابيع عين المغاسل. محاطة هذه البلد بجبالها الجميلة وغاباتها الخلابة المزروعة بأشجار الصنوبر والبلوط والسنديان واللزاب. خرجت هذه البلد عديد من أبنائها المحترمين من دكاترة ومهندسين ومعلمين كفؤ، وأيضا يوجد العدد الكبير من أبناء هذا البلد العزيز في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك. يعني أستاذ ناجح، نتحدث عن المناطق المحيطة والحدودية بمنطقة سوف، زي ما احنا بنشوف الآن هذه الجبال، بجوز بعدسة أنس عواد بنشوف جبال جميلة جدا، نتحدث عن هذه الجبال أستاذ ناجح. نعم، هي محاطة بالجبال، مثل جبل اللي قبالنا جبل المنارة، جبل أبو رويس، جبل ابن ندهم، محاطة بالقرى. طبعا هي قرية محاطة بالقرى، مثل قرية الساكب وقرية الكتي ونحلة والقرى المجاورة. نعم. القرى المجاورة يعني حول هذه البلد العزيز. نعم. يعني أيضا أستاذ ناجح، نحكي عن السياحة في هذه المنطقة وهذه البلدة الجميلة ومرتادين هذه المنطقة. طبعا البلد جميل، عادة يصطفوها الناس في فصل الصيف. كون جمال طبيعتها الخلابة وجوها الجميل في فصل الشتاء، لأن كون جوها في فصل الصيف بكون لطيف وهادئ وجميل. في فصل الشتاء يكون بارد إلى بارد نسبيا، كونها ترتفع عن سطح البحر من 1000 إلى 1300 متر. تنشط في هذه البلد تجارة وتصنيع جميع مشتقات الحليب المعروفة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اللبن الجرشية والجبنة والسمن البلدي والجميد.
يعني شو ما حكينا عن سوف، يعني حكيت يعني أشياء جميلة عن بلدة سوف سداجح. حاب توجه لنا رسالة إلى كل المشاهدين، رسالة أخيرة لزيارة هذه المنطقة والاستمتاع بجمالية هذه المنطقة. والله أنا بالنسبة مش أنا كوني من هذا البلد اللي أنا ولدت فيه وتربيت فيه وترعرعت فيه، أنا بشجع كل إنسان إنه بأيام الصيف أيام جميلة، مناخ جميل في هذه القرية الجميلة، إنهم يصطافوا لأنه فيها يوجد كثير من الغابات والمناطق الجميلة الرائعة والأشجار الحرجية مثل أشجار البلوط والصنوبر والسنديان، جوها مناخها ممتاز. وبشجع كل واحد إنه يجي على هذه القرية الجميلة في أوقات الصيف. يعني أستاذ ناجح العتوم وأنت أحد أبناء هذه المنطقة، أنا بدي أشكر تواجدك معنا بهذه الصباحات الجميلة من مشوارنا الصباحي عبر برنامج يوم جديد، وشكرا لك. يا سيدي الله بارك فيك، ونشكرك ونشكر هذا البرنامج الرائع الذي أتاح لنا الفرصة أن نتكلم عن هذه القرية الجميلة اللي هي بلدتي وأنا أعتز وأفتخر فيها، وبحب أصب عليكم وأقول لكم الله يعطيكم العافية. وشكرا لكم، شاكرين لكم كثير. صباح الخير. إذن مشاهدينا الكرام، زي ما سمعنا الأستاذ الناجح العتوم وهو أحد أبناء منطقة سوف، وتحدث عن هذه البلدة الجميلة من مساحة وجغرافيا، وأيضا ماذا تشتهر هذه المنطقة بأشجار البلوط والسنديان والموجودة داخل بلدة سوف. بعد قليل راح أكون معكم بفقرة أخرى من محافظة جرش من بلدة سوف، خليكم معنا.